بنبدأ حلقتنا النهاردة من الجونة وبالتحديد من الفيلم المصري التاني اللي شارك في الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي. فوتوكوبي هو اسم الفيلم اللي بيشارك فيه محمود حميدة واللي ظهر على السجادة الحمراء لأول مرة مع حفيده، وكمان شاركوا في بطولته الجميلة شيرين رضا اللي استغنت عن الجمال في الفيلم ده وقالت كمان إنها ما اتفاجئتش بشكلها على الشاشة لأن الشخصية كانت مرسومة ومعروف تفاصيلها. كانت شخصية مختلفة عني قوي، عمري ما عملتها قلت لازم اجرب. رغم ادائها دور مميز جدا الا ان شيرين لا تهتم بحصد جوائز المهرجان. مبسوطه ان الفيلم شارك في مهرجان الجونه علشانهم اكتر، عشان الشباب دول. بس انا بالنسبه لي انا مبسوطه ان انا عملت الفيلم، وانا مبسوطه بمهرجان الجونه، حاجتين لوحدهم، بس ان انا الفيلم شارك في مهرجان الجونه عشان يا رب نكسب علشانهم. بالإضافة لشيرين رضا، تألق على الريد كاربت كل أبطال وصناع الفيلم وأبرزهم الفنان محمود حميدة وبنته وحفيده الذي لفت الأنظار. كما حرص معظم الفنانين على حضور الفيلم وتوجيه التهنئة إلى صناعه. مبروك لمحمود حميدة وشيرين رضا، بتوقع إن شاء الله إن احنا نشوف فيلم جميل بإذن الله، ربنا يوفقه. بتمنى لهم التوفيق جدا، وطبعا أساتذة كبار جايين نتفرج نستمتع وان شاء الله انا متوقع الفيلم يكسر الدنيا. يعني جاي اشجع صناعه السينما بتاعت بلدي، واستاذ محمود حميده استاذ كبير بحبه وبحترمه جدا، وشيكا حبيبه قلبي، فبتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. انا سعيد اني اشوف الفيلم بتاعهم في مهرجان الجونه، ومتشوق اني اشوف الفيلم. فيلم فوتوكوبي عشان انا بموت في حاجه اسمها محمود حميده وشيرين رضا، بحبهم جدا. ومن ساعه ما احنا كنا بنصور حجر جهنم كانت شيرين بتصور الفيلم ده في نفس الوقت، فكان كم الحماس اللي هي بترجع لنا بيه وتحكي لنا عن الفيلم وهم كانوا بيعملوه ازاي خلاني فعلا عايزه اشوف الفيلم. تجربه شكلها حلو، مكتوب عن الفيلم ريفيوز حلوه جدا، وانا متحمسه جدا ان انا اشوفه، وجوه المسابقه في المهرجان، فدي حاجه يعني لازم اشوفه اكيد. وده كان عرض للنجوم قبل حضور الفيلم، لكن بعد عرض الفيلم الأفعال كانت كويسة جدا، ناس كتير جدا جات وبركت لنا على الفيلم بعد انتهاء العرض يعني. وده في الحقيقة اداني حافز قوي جدا، لأن مش هكذب عليك كنت قلقان من أول عرض للفيلم، وكان عندي القلق ده كان عندي من امبارح قبل العرض يعني. القاعة تقريبا كانت مليانة، كان في نجوم كتير وصناع كتير عموما، وكان في جمهور، وده اللي انا يعني اللي بسطني. سمعت كلام ظريف قوي امبارح بصراحه. الحمد لله الناس مبسوطه بالفيلم. ردود الافعال بتظهر تباعا، عشان مش عايز ابقى مبالغ واقول لك كل الناس احتفت، اقول لك كل الناس كسرت السينما ومتضايق، لا، محتاجين نقرا راي متكامل ونشوف الدنيا فيها ايه.